زين هسه نجي على المتباين المركبة التي تتضمن أو. هسه مكان الويش تكون أو. تجيني بيا صيغة حل المتباينة x زائد 3 أصغر أو يساوي سالب 2 أو x زائد 3 أكبر من 2. شو راح أسوي؟ راح أطلع مجموعة الحل لهاي المتباينة ومجموعة الحل لهاي المتباينة، وش أسوي بيناتهم؟ أسوي بيناتهم اتحاد، لأن كل أو هي اتحاد. الوا شنية؟ الوا هي تقاطع، عفوا نسيت أذكر لكم إياها هناك، الوا هو تقاطع. راح أجي أطلع هاي مجموعة الحل مالتها x زائد 3 أصغر أو يساوي سالب 2. أنا أريد بهذا الطرف x تكون واحدة، لا مضروبة برقم لا مجموع ويا رقم، إذن 3 راح نقله ذاك الطرف، شو تصير إشارته؟ سالبة. عصر x أصغر أو يساوي سالب 2 ناقص 3، x أصغر أو يساوي سالب 5. زين عيني، إذا مجموعة الحل الأولى x حيث x أصغر أو يساوي سالب 5. زين عيني، هسا أجي على مجموعة الحل الثاني x زائد 3 أكبر من 2، هاي وين راح تروح ذاك الطرف؟ شو تصير إشارتها؟ تصير إشارتها سالبة. x أكبر من 2 ناقص 3، x أكبر من سالب 1. مجموعة الحل الثانية يساوي x حيث x أكبر من سالب 1. زين عيني، مجموعة الحل الكلية هي S1 اتحاد S2. أجي أريد أرسمها على خط الأعداد، أرسم خط الأعداد، ولا تنسى أنه هاي مجموعتين منفصلة مو مثل ذيك، راح تكون في فترة واحدة. X حيث X أصغر من سالب 5، هاي الصفر نعتبر هنا سالب 5، أحط عليها دائرة. زين عيني، بما أنه أكو يساوي ألون الدائرة. وين الأعداد أصغر من سالب 5؟ راح تكون بهذا الاتجاه السالب. إذن هاي منو؟ هاي S1، تقدر هيك تلونها أو تقدر تحط هيك سهم، اثنيناتها صحيحات. زين عيني، راح تيجي هنا X أكبر من سالب 1، وين السالب 1؟ إياته هنا. زين عيني، حط عليها دائرة، بما إنه ماكو يساوي ما لونها. وين الأعداد أكبر من سالب 1؟ هاي الأعداد أكبر من سالب 1، تقدر هيك تحط خطوط. زين عيني، أو تقدر تكتب لها سهم، اثنيناتها صحيحات، وهكذا تنتهي مجموعة الحل. زين عيني، عندنا مثال لاخ شوية بيه كسور، انتبه لي عليه. يقول 2 في زائد 1 أكبر من 3 على 3 أكبر من 5 على 3، أو 2 في زائد 1 على 3 أصغر من 1 على 3. للسهولة قبل ما بلش بحل هذا السؤال، أول شيء أتخلص من الكسور. زين عيني، بما أنه المقام هنا 3 وهنا 3، أضرب فيه شقد؟ أضرب فيه 3 حتى أتخلص من ذني. زين عيني، بعدين أبلش الحل. انتبه لي زين، إذا كان هذا 3 وهذا 3 أضرب بمنه؟ أضرب بثلاثة. إذا كان هذا 3 وهذا 6 أضرب بالمضاعف المشترك الأكبر اللي هو 6. زين عيني، أجي من قلت أضرب في 3، يعني هذا ينضرب في 3 وهذا ينضرب في 3، هاي 3 تروح ويا هاي 3، يبقى لي 2 في زائد 1 أكبر هاي 3 تروح ويا هاي 3، يصير لي الناتج 5. نفس الشيء هذا راح أسوي، هم راح أضربه في 3، هذا راح يصير في 3 وهذا راح يصير في 3. زين عيني، راح يصير لي أو 2 في زائد 1 أصغر من 1. زين عيني، هسه أبلش أحل. 2 في الواحد ينتقل يصير إشارته سالبة، أكبر من 5 ناقص 1. 2 في أكبر من 4، أنا إيش قلت؟ قلت أريد الفي وحدها، لا مضروب بها رقم ولا مجموع أو مطروح منها رقم. أقسم على إيش قد؟ على 2 على مدة تخلص من معامل في. في أكبر من إيش قد؟ 2. إذا مجموعة الحل الأولى يساوي لي في حيث في أكبر من 2. هسا أجي على مجموعة الحل الثاني، 2 في أصغر من 1 ناقص 1، ينتقل صير إشارته سالبة. 2 في أصغر من 0، أقسم على 2 على 2، 0 على 2 راح يظل 0، أصغر من 0. أوكي عيني، مجموعة الحل الثانية يساوي في حيث في أصغر من 0. راح أجي أرسم خط الأعداد، طبعا اكتب له S يساوي S1 اتحاد S2، خط الأعداد V حيث V
امثل مجموعه الحل الاولى v حيث v اكبر من 2، هاي صفر وهاي الاثنين، احط دائره ما لون الدائره ليش؟ لان ماكو يساوي، وانا اعداد اكبر منها، هاي الاعداد الاكبر من عندها، زين عيني، واكتب عليها s1. اجي v حيث v اصغر من صفر، هاي الصفر احط عليها دائره ماكو يساوي ما لونها، هاي الاعداد الاصغر من صفر، هاي الاس2. خلاص.